مشاهدينا اهلا بحضراتكم، ودايما عندنا اطلاله يوميه على ابرز عناوين الصحف اللي تناولتها كل الصحف النهارده واهم القضايا طبعا اللي بتطرحها. ومعانا في هذه الجوله قراءه خاصه من الاستاذ خالد ابو بكر مدير تحرير جريده الشروق. صباح الخير استاذ خالد. صباح الخير عليك. نبتدي مع جريدة الأخبار، ناخد منها عنوان قمة مصرية تونسية اليوم بالقاهرة، السيسي والسبسي يبحثان تعزيز التعاون ومكافحة الإرهاب والتطورات الإقليمية. طبعا في توازي ما بين المسارين المصري والتونسي بداية من الثورة وحتى الآن، والتجارب على اختلافها في بعض الأحيان بالنسبة للإسلام السياسي وما إلى ذلك، لكن بنقول برضو ان المسار فيه يعني تشابهات كثيرة. هل ترى انه ايه اللي ممكن تستفيد منه كل تجربة من الاخرى، وبالتحديد في مجال مكافحة الارهاب اللي بتعاني منه تونس ايضا؟ يعني من ضمن يعني مصر وتونس من اول من شق طريق الربيع العربي في 2011، وفي نهاية المطاف دعينا نقفز على اللحظة الراهنة التي نعيش فيها. كلا البلدين يواجه إرهابا أسودا، في مصر نعاني منه ونكافحه بكل قوة وحزم في سيناء، في تونس هناك في جبال الشعباني حركات ناشطة جدا للسلفية الجهادية التي تورطت بالفعل في أعمال عنف وإرهاب، طالت سياح أجانب في أكثر من مناسبة في تونس. وفي تقديري أن ذلك هو المجهود الرئيسي الذي ستنصب عليه مباحثات الرئيس السيسي والرئيس السبسي في الزيارة التي ستستغرق يومين، سيحضر خلالها الرئيس التونسي احتفالات مصر بالذكرى 42 لحرب أكتوبر. دعينا نعرج على أن العلاقات المصرية التونسية شهدت تباينات حادة خلال السنوات الأربع الماضية. مع نجاح حزب النهضة، حركة النهضة التونسية، في الفوز بأغلبية في برلمانية و تولية الرجل المنصف المرزوقي رئاسة الجمهورية، أخذوا خطا عدائيا تجاه القاهرة ولم يحترموا إرادة الشعب المصري التي دفعت في اتجاه تغيير جذري لمحاولة طمس هوية الدولة المصرية في 30 من يونيو. وكانت العلاقات يعني شهدت تراجعا لم تشهده منذ سنوات طويلة، لأن العلاقات بين القاهرة وتونس علاقات متميزة طوال الوقت. مع إصلاح المسار من خلال الشعب التونسي أيضا، وتغيير المعادلة السياسية من خلال صندوق الانتخاب، وتولي الرئيس الباجي قائد السبسي وحزبه فوزا الذي فاز بأغلبية البرلمانية، عادت الأمور إلى نصابها مرة أخرى. نعم، لكن هل تتصور أنه تونس مثلا كان ليها أسلوب مختلف في محاربة الإرهاب، أم تنتهج نفس النهج المصري؟ أعتقد أن هي تنتهج نفس النهج المصري، وطلبت في أكثر من مناسبة الخبرات المصرية في هذا الصدد. يعني الجيش المصري أو القوات الأمنية المصرية بشكل عام لها خبرات كبيرة جدا في مواجهة الإرهابيين في ظروف بالغة التعقيد منذ تسعينيات القرن الماضي، عندما كانت كان المسرح الرئيسي للعمل الإرهابي في صعيد مصر. ثم حدث أن تطور هذا الأمر في الآونة الأخيرة، تحديدا من 2004 و2005 انتقل المسرح إلى الجزء الشرقي من الحدود المصرية في الأراضي السيناوية. الطبيعة الجغرافية إلى حد بعيد متشابهة ما بين تمركز الإرهابيين في جبال الشعباني في تونس وتلك الطبيعة الطبوغرافية والجغرافية الوعرة الموجودة في سيناء، وبالتالي التنسيق في تصوري كبير جدا، وتونس تحتاج بشكل أو آخر إلى الخبرات المصرية المتراكمة في هذا الصدد. نعم، نروح لجريدة الأهرام. السيسي يستعرض السياسات المالية وجهود النهوض بالاقتصاد، الرئيس يوجه بترشيد الاستيراد وزيادة الصادرات وتطوير الصناعة. المجموعة الاقتصادية من مجموعة الوزراء التي لم تتغير في التشكيل الحكومي الجديد، وده حرصا على ثبات أو إعطاء السياسة النقدية الجديدة أو الاقتصادية الجديدة فرصة. هل ترى انه السياسة المتبعة حاليا من قبل المجموعة الاقتصادية في الحكومة تسير على نهج يحقق شيء، ام انه لابد من ادخال تعديلات عليها؟
والله في الحقيقة في تصوري الشخصي ان الامر يحتاج الى مزيد من السرعة في الانجاز. يعني كلنا تابعنا مقررات مؤتمر الاقتصادي في شرم الشيخ في مارس الماضي، وشهدنا العديد من توقيع مذكرات التفاهم التي تسابقت الصحف ونحن كنا جزء منها في رصد كم توازي بالمليارات حجم هذه الاستثمارات التي يتم المتوقع دخولها في مصر. في الحقيقة كانت الحركة متفاوتة، يعني قطاع مثل قطاع الكهرباء كان ناجحا إلى حد بعيد في إنجاز صفقات تم توقيعها، شهد الرئيس توقيعها في العاصمة الألمانية مع سيمنز، وهذا أعطى يعني ثقلا للقطاع الكهرباء لمستقبل إنتاج الطاقة في مصر بشكل عام. لكن هناك عثرات في بعض المجالات الأخرى، وفي بعض اجتماع الرئيس مع هذه المجموعة وغير والتي ضمت وزراء آخرين على أهمية متابعة وتنفيذ تلك مذكرات التفاهم التي تم توقيعها في مارس الماضي، فضلا عن أنه أشار إلى نقطة مهمة جدا يحتاجها الاقتصاد المصري في هذه اللحظة الراهنة، وهو تقليل حجم الواردات وبخاصة في تلك السلع التي يمكن أن ننتج مثيلا لها ينافس على حد تعبير الرئيس. نعم. وبالتالي الأمر يحتاج إلى سياسات اقتصادية فيها شيء من الحزم فيما يخص استيراد واستهلاك للعملة الأجنبية، وما يؤدي بشكل أو آخر إلى انخفاض في الاحتياطي في البنك المركزي. الأمر يحتاج إلى مزيد من الانضباط وبخاصة فيما يخص ملف الدعم أيضا، لأن ده يدور في فلك العملية الاقتصادية التلويح بين حين وآخر بأن الدعم هو سبب المشاكل الاقتصادية وأن هناك إهدار فيه. طيب إهدار فيه وبخاصة في قطاع الطاقة، ما هي الإجراءات؟ نسمع يعني منذ عامين تقريبا عن تطبيق كروت البنزين وثم يتم التراجع، في تخبط في هذا الموضوع، في هذا الملف وما فيش لسه قاعدة بيانات واضحة. وبالتالي الأمر يحتاج إلى مزيد من الانضباط السريع حتى يقف الاقتصاد المصري على قدميه. من جريدة المصري اليوم، معركة الطعون تحسم مصير الحالمين بالحصانة، رفض قائمة الاستقلال بالصعيد، والنور يستقطب جهاديين. وأعتقد في أكثر من قضية مرفوعة للبت في رفض ترشح أو قبول ترشح عدد من المرشحين. لا، دي طعون منظورة في القضاء الإداري. بالأمس استبعدت اللجنة العليا للانتخابات تيار الاستقلال قائمة تيار الاستقلال في الصعيد بعد أن صدر له حكما قضائيا باستكمال أوراقه ودخول العملية الانتخابية، لكن اللجنة العليا للانتخابات قالت إنه لم ينجح في استكمال هذه الأوراق، بل إنها تجاوزت هذا الأمر وحولت الملف إلى النيابة العامة لأنها قالت أن هذه القائمة قدمت أوراقا مزورة. فيعني هذا كان من ضمن المفاجآت التي تلقاها الشارع السياسي بالأمس. بالإضافة إلى ذلك كان هناك قائمتين أخرتين تم الموافقة عليهم، قائمة نداء مصر في الصعيد وقائمة فرسان مصر في غرب الدلتا. وبالتالي المشهد الانتخابي فيما يخص القوائم تقريبا اكتمل إلى حد بعيد. طيب هل ترى انه ملامح البرلمان بدأت تظهر من قبول الطعون هنا وهناك، من استبعاد قوائم بعينها، ام ما زال الوقت مبكر؟ يعني فيما يخص الاصراع على المقاعد الفرديه التي هي لها الاغلبيه الكاسحه في البرلمان لا نستطيع ان نجزم حتى اللحظه. قد نقول من يملك المال، من يملك عوده القبليه والعائليه، ولكن كل هذه امور تعطي مؤشرات لكن لا تجزم بتصور معين لشكل البرلمان المقبل. فيما يخص الصراع على القوائم، الكل يعرف ان قائمه حب مصر لها يعني حظوظ اوفر نسبيا بالنظر لحجم الدعم المقدم اليها من قبل اعضائها واشياء اخرى. نعم. جريدة الوطن، الداخلية تؤمن احتفالات النصر بمجموعات قتالية، والإمارات تشارك بأوبرات عناقيد الضياء في الذكرى 42 ل 6 أكتوبر، والإخوان تهدد بالجحيم.
يعني كالعادة تحاول هذه الجماعة الإرهابية العمل على إفساد كل فرحة يعيشها المصريون منذ في السنوات الأخيرة على وجه الخصوص، لكن الاستعدادات الأمنية كبيرة جدا لتأمين الاحتفالات التي سيتم إجراءها في يوم الثلاثاء المقبل الموافق الذكرى 42 لانتصار أكتوبر المجيد. وزارة الداخلية رفعت حالة الطوارئ ومنعت الأجازات، وستشارك بمجموعات قتالية لتأمين الاحتفالات ومظاهرها في كل المحافظات وليس في القاهرة وحدها. المشاركة الإماراتية واضحة جدا من خلال أعمال فنية مثل أوبريت عناقيد الضياء وغيره. التهديد الإخواني متوقع اعتدنا عليه في الفترة الأخيرة في كل مناسبة مهمة. طيب خلينا نروح لموضوع مهم في جريدة الشروق. تصريح لوزير الري: أبلغنا القيادة السياسية بعدم جدوى اجتماعات سد النهضة. ومصدر آخر يصرح: الأمر بحاجة إلى قرار حاسم وقاطع دون تسويف أو انتظار لاجتماعات فنية لن تحدث تغييرا كثيرا في الواقع. هنا لابد أن يعني نلقي نظرة على الحجم اللي تم إنجازه فعليا في هذا السد، لأنه واضح أنه الهدف من هذه المباحثات والمحادثات تضييع الوقت حتى يتم إنجاز الجزء الأكبر. هم يشترون الوقت بطبيعة الحال، وهذا كان واضح جدا من طريقتهم في التفاوض. على الأقل هم استغلوا الظرف 25 يناير ودفعوا بكل قوة في إنجاز هذا المشروع الحلم بالنسبة لهم. استغلوا أيضا الظرف الدقيق الذي عاشته القاهرة في 30 من يونيو 2013 وحولوا مجرى النيل الأزرق وشرعوا بالفعل في بناء المرحلة الأولى من جسم هذا السد. تتفاوت التقديرات في حجم البناء الذي تم على الأرض فعليا في المرحلة الأولى. البعض يتحدث عن إنجاز من 25 إلى 35%، وهذا في المرحلة الأولى. الأمر مرتبط بمرحلة تانية، مرتبط ببحيرة التخزين ستحتاج إلى سنوات عديدة لامتلاء الخزان الموجود بها. الواضح أنه بعد زيارة الرئيس السيسي وبعد ذلك الزخم الذي تم في البرلمان هناك وتوقيع اتفاق الإطار الذي يضمن عدم ضرر طرف ببقية الأطراف، الواضح أن الإثيوبيون لم يحترموا تلك يعني دعيني أسميها ذلك السلوك المصري الرفيع الذي رفع من قيم التعاون باعتبارنا شركاء في مياه النيل. لكن ما الإجراء الذي يعني يمكن استخدامه في هذه الظروف؟ يعني إذا كان هناك على أرض الواقع ما يتم إجراءات تتم اتخاذها فعليا وتسويف وتعطيل لأي مباحثات نظرية؟ لا، مصر لديها أوراق عديدة تبدأ من موقف مصر التفاوضي على المستوى الدولي موقف قوي. يعني مصر إذا ما ضغطت على الدول المانحة لتمويل هذا السد والجهات المانحة الدولية أيضا مثل البنك الدولي تستطيع أن يعني تجفف منابع التمويل. وكان هناك تحرك إلى نسبي في هذا الإطار منذ سنة أو أكثر، ونجحت مصر بالفعل في هذا الاتجاه. ولكن بعد حدوث شيء، يعني بعد ما تم تصدير العالم أن هناك تفاهما نسبيا قد جرى إعادة المياه مرة أخرى إلى مجاريها، وعلى مصر أن تستأنف ذلك التحرك في أسرع وقت ممكن بجانب تحركات دبلوماسية. يجب أن يتم القيام بها، يجب أن تصل رسالة إلى الإثيوبيين بأن القاهرة لن تتسامح في نقطة واحدة من حصتها من مياه النيل. نعم. جريدة الأخبار: بعثت الحج 126 شهيد و110 مفقودين، دي الأرقام الأخيرة حسب جريدة الأخبار. الصحة تعلن الاشتباه في 9 حالات كورونا. وتقرير من جمعة لرئيس الوزراء. يعني كلنا تابعنا ونتابع موسم حج مؤلم على كل المستويات بمزيد من الأسى والأسف إلى ذلك الحادث الغامض من وجهة نظري الذي جرى في مشعر منى. يعني لحد بعيد الحصة المصرية في عدد الضحايا يعني قليلة نسبيا مقارنة بدول أخرى، يبقوا طبعا يعني مؤلمين حتى لو مواطن مصري واحد هو أمر مؤلم بطبيعة الحال. يعني الأمر
رئيس الوزراء بعث بوزير الصحة قبل يومين لتفقد حالة المصابين و يعني قيادة عملية البحث عن المفقودين في المستشفيات أو في أي مراكز أخرى قد يكونوا متواجدين فيها. واليوم هناك تقرير سيقدمه وزير الأوقاف الذي هو رئيس بعثة الحج إلى رئيس الوزراء، سيعقبه مؤتمر صحفي لوزير الأوقاف ليطلع الرأي العام على آخر المستجدات، وبخاصة أن الحالة النفسية لذوي الضحايا يعني سيئة جدا وقلوبنا جميعا معهم. نعم. من جريدة المصري اليوم: أوباما، الغارات الروسية على سوريا تؤدي لكارثة محققة. الغرب يطالب موسكو باستهداف داعش فقط، ميدفيديف: ندافع عن شعبنا ضد الإرهاب. طبعا الملف السوري، نعم. الروسي الأمريكي ملف موجود وحاضر في كل الصحف، نعم، وفي زوايا مختلفة لتناوله، لكن أي هذه الزوايا تراها أقرب إلى المنطقية يعني بالنسبة لتحليل حضرتك؟ نعم. يعني أنا أرى أن المسرح السوري بات مسرحا لصراع دولي أكبر، تجاوز سوريا وتجاوز العالم العربي برمته، أصبح الأمر كله في الملعب الدولي إنجاز القول. هناك صراعا بات عسكريا ومكشوفا ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها الغربيين في مقابل معسكر آخر تتزعمه روسيا الاتحادية ومدعومة بإيران ونظام بشار الأسد وبعض حلفائه في المنطقة، كما الحال في حزب الله اللبناني. نعم. النظام الأسد في تصوري الشخصي أو في تحليلي المتواضع في الآونة الأخيرة أو في الأيام الأخيرة على وجه الخصوص تم يعني إسعافه ب يعني جرعة أكسجين كبيرة جدا من خلال ذلك التحرك الروسي الكبير الذي يستهدف داعش ويستهدف أيضا جماعات أخرى إرهابية غير داعش، لأن الذي يمارس الإرهاب والقاتل على الهوية في سوريا ليس داعش فقط، وهذه حقيقة يجب أن يعلمها الجميع. وبالتالي هناك تسوية يتم تحضير لها في المطبخ الدولي قد تكون مرتبطة بمرحلة انتقالية يكون الأسد جزء منها على أن يتم التمهيد للإطاحة بهم بعد ذلك، على أن تبقى مؤسسات الدولة السورية بحدودها موحدة. هل تلمس أن ذلك موجود؟ أعتقد الموقف في إصرار روسي حتى اللحظة أنه الأسد جزء من المعادلة. عندما يقترب نقترب من الجلوس على طاولة التفاوض الكل يرفع السقف، وبالتالي الروس يدركون والأمريكان أيضا يدركون تماما أنه لا حل إلا بمرحلة انتقالية يكون نظام الأسد جزء منها، على أن يتم الترتيب لسوريا ما بعد الأسد. ولكن هناك اتفاق على ملامح هذه سوريا المقبلة، يجب أن تكون موحدة، وده يتقاطع مع الرؤية المصرية في الحقيقة للأزمة السورية: وحدة الأراضي السورية، بقاء مؤسسات الدولة السورية على حالها من دون أن تتفكك، لأن لدينا في ليبيا العظة والعبرة. نعم. طيب هل ترى أنه الخلاف الأمريكي الروسي رغم التصريحات الدائمة من كلا المسؤولين، نعم، أنه هناك تنسيق، هناك حوار، نحن لا نسعى لأن تكون سوريا ساحة لتصفية الحسابات وحرب عالمية ثالثة، هذه التصريحات رسمية، لكن هل هناك تلاقي حقيقي يمكن أن يحدث بين وجهتي النظر الروسية والأمريكية؟ الواقع على الأرض يفرض ذلك. الولايات المتحدة الأمريكية في تحليل المتواضع وفي عهد أوباما على وجه الخصوص رفعت شعار إعادة الجنود الأمريكان من خارج أمريكا إلى الداخل الأمريكي. الاقتصاد الأمريكي ليس قادرا على دخول مواجهة عسكرية، لا يتحمل دخول مواجهة عسكرية كبيرة مع دولة بحجم روسيا في هذا التوقيت. الروس أيضا اقتصادهم ليس بذلك الاقتصاد القوي، كل ما يجري هناك للتعجيل بحل يستفيد منه جميع الأطراف من وجهة نظري. نعم. طيب في جريدة الوطن: مصر تهدد لأعداء السلام والاستقرار في ليبيا بعقوبات دولية. شكري: من يراهن على انتهاء ولاية مجلس النواب الليبي خاطئ، والعربي يدعو تنفيذ قرار دعم الجيش الليبي.
يعني كان هناك جلسة في الأمم المتحدة على مستوى وزاري رفيع المستوى، تناولت الدول الجوار الليبي بالدرجة الأولى ومصر طبعا في مقدمتهم، تناولت الأوضاع في الداخل الليبي والمماطلة التي تنتهجها بعض الأطراف الليبية التي تعارض الحكومة الشرعية الليبية الموجودة في طبرق والتي تدعمها القاهرة بصورة أو أخرى، والتي رفضت بالفعل التوقيع على اتفاق تم توقيعه قبل أسابيع ما بين الفصائل والأطياف الليبية المختلفة. الوزير سامح شكري رأى أن هذه الأطراف تراهن على كسب الوقت، تراهن على أن ولاية ذلك البرلمان الليبي المنتخب الشرعي على الأراضي الليبية قد تكون أوشكت على الانتهاء، وبالتالي المعادلة السياسية ستنقلب رأسا على عقب. ولكنه كان حازما وحادا في تصريحاته عندما تحدث عن أن قرارات مجلس الأمن بها بنود توصي بتوقيع عقوبات على تلك الأطراف التي تعرقل المسار السلمي والديمقراطي في الأراضي الليبية. نعم، أنا بشكر وجودك معنا في ختام هذه الجولة أستاذ خالد أبو بكر مدير تحرير جريدة الشروق. شكرا لك. شكرا. مشاهدينا نتحول مباشرة في هذا الصباح إلى أخبار الاقتصاد مع الزميل محمد شعبان. تفضل محمد.